طيب ما زال هاني سليمان مطلوب في كل الانديه او عدد كبير من الانديه في الكره المصريه، فينه بقى من منتخب مصر؟ ما اعرفش والله، يعني اخر تجمع كان ليا كان مع الكابتن حسام البدري الموسم اللي فات، كان تصفيات كاس العالم. الفترات اللي بعديها جيل الكابتن ايهاب اشتغلت بشكل كويس وعملت اللي عليا، والاختيارات دي انا ما يعني بعمل ماتشات كويسه وببقى ماشي بشكل كويس، لكن بتبقى في وجهات نظر من المدير الفني اللي ماسك او الجهاز الفني عامه، انا بحترمها جدا طبعا. انا ربنا كاتب لي في اي وقت ان انا اروح هروح، يعني بعد كده اتغير جه مستر كارلوس كيروش. كارلوس كيروش كان بيتابع الناس كلها بصراحه، وكان بيجي الماتشات كلها، وكنت قريب جدا ان انا اروح، وكلم في ناس من الجهاز كلمتني كابتن عصام الحضري وكلموا النادي هنا عني، لكن في الاول وفي الاخر حته الاختيار اللي هي قبل التجمع دي بيبقى في قاعده وبيبقى في وجهات نظر في الاختيار، فربنا ما ارادش. لكن انا طول ما انا شغال انا حاطط هدف قدامي اللي هو المنتخب وهفضل شغال عليه.